بصراحة أنا سعيدة بالحضور ديالي في حفل اختتام مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي. الأجواء صراحة زوينة بحال حفل الافتتاح، وهذه فرصة كنتلاقاو باب أصدقاء ديالنا والزملاء ديالنا في العمل. بصراحة هادشي فرحني. احنا فاش بدينا فاش كنا في العمل عرفنا انه هذا البروجي ان شاء الله غادي يقدر يلقى صدى جويل زمين. نعاودو بصراحه هو فاش كنا كنصوروا كان عندنا احساس انه العمل غيلقى صدى جميل عند الناس، والحمد لله ربي ما خيبناش. العمل من الحلقه ديالو الاولى لقى استحسان الناس والحمد لله. صراحه استقبلت الرسائل ديال الناس بحب، وهادشي فرحني وشجعني اكثر باش نزيد نعطي اكثر. الحمد لله ملي كتخدم شي عمل ولا كتخدم شي دور من القلب ديالك وكيوصل للناس، هادشي كيفرحك والحمد لله. كيفاش تلقيت المشاركه؟ كنت كنصور في مسلسل زطات مع نفس شركه الانتاج وديسكونيكتد اللي كنوجه لها تحيه من هذا المنبر. وتلقيت العرض من طرف خالد النقري. الدور عجبني، الدور زوين وخا مركب جاني في الاول صعيب، مي الحمد لله. بصراحه هذه اول مره نلعب دور بحال الدور ديال هبه، كان صعيب عليا في الاول بحكم انه بعيد عليا شي شويه، فيه بزاف ديال المشاكل كتعيشها الشخصيه، حسيت بها وكانت تجربه زوينه. كانت تجربه زوينه اللي كنفتخر بها بصراحه. فاش سالينا التورناج في الاشهر الاولى كان لقيت صعوبات باش نخرج من الشخصيه، كانوا فيه شويه تصرفات ديال هبه، مي من بعد الحمد لله قدرت نتخلص من الجديد اللي كاين. هو كاين واحد فيلم سينمائي غادي يخرج ان شاء الله في القريب، وكاين العروض مازال ما حتى شي حاجه ما مؤكده، ان شاء الله نتمنوا خير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.